أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم نقاش، والتي نخصصها للحديث عن الاستعداد للدخول في الانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية وحضور القوى الشبابية في هذه الاستعدادات، وهل يمكن أن تحقق هذه القوى الشبابية الناشطة في المشهد السياسي بصفة عامة في تحقيق النتائج التي تتطلع إليها؟ وكذلك هذا السؤال أيضا يحيلنا إلى سؤال جوهري آخر، هل فشلت التجربة الحزبية في موريتانيا في احتضان القوى الشبابية بموريتانيا؟ الحديث عن القوى الشبابية والحراك الشبابي بصفة عامة سواء في المعارضة أو في الموالاة في خضم الاستعداد لموسم انتخابي قد يكون الأسخن في تاريخ موريتانيا وموضوع هذه الحلقة من برنامج نقاش. ولمناقشته أستضيف لكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة كل منا الأستاذ وجاه الأدهم، وهو ناشط في حركة نستطيع المعارضة. أهلا بك. كذلك أيضا أستضيف لكم مشاهدين الكرام المهندس النهاوي الخيري، وهو ناشط شبابي أيضا في المشهد السياسي. أهلا بك. بداية أبدأ بك الأستاذ وجاهة، كيف ترى الحركة الشبابية اليوم في المشهد السياسي الموريتاني؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر قناة الساحل على إتاحة هذه الفرصة، أشكر أخي وضيف الكريم النها بعد يلي بعد أعلن تضامني مع ضحايا سوء التغذية في زرافية ومع المواطنين المتضررين من الجفاف نتيجة أصحاب الصنعة أصحاب جات عقب جفاف بتين مش الجفاف، وفشلت السلطات أن تضع خطة مناسبة لها. بالرجوع للسؤال، كيف ترى الحركة الشبابية اليوم في المشهد السياسي الموريتاني؟ دور الحركة الشبابية بصفة عامة أعتقد أنها تمر بمرحلة تاريخية، إما أن تثبت جدارتها بأنها تستطيع أن تأخذ زمام المبادرة من النخب السياسية المتهالكة، هذه النخب السياسية التي أثبتت فشلها في أن تقدم أي حل للمشاكل التي تعانيها البلاد منذ سنوات. أعتقد أن هنالك حراك شبابي قوي، سواء تعلق سواء كان في الجانب المعارض أو الموالي أو حركات شبابية المستقلة التي تنشط هي أيضا وترفض الواقع السياسي المعاش بالشقيه الموالي والمعارض. ونحن في حركة نستطيع جئنا كردة فعل طبيعية لفشل النخب السياسية الأحزاب السياسية بشقيها المعارض والموالي التي لم تقدم أي جديد ولم تقدم سوى الأزمات ثم الأزمات، وهمشت الشباب وتعاملت وتعاطت معه كوقود لأدائها السياسي الفاشل. وعندما حانت لحظة الانتخابات ولحظة الحضور السياسي دارت ظهرها للشباب وللحركات الشبابية التي إذا سأعود إليك طبعا في هذه النقطة، إليك أنها كيف ترى الحركة الشبابية في موريتانيا اليوم سواء في المعارضة أو في الموالاة، وهل هو فعلا ربما من أبرز المستجدات اليوم في الساحة السياسية؟ هناك حراك شبابي يطمح على أن تكون له مكانة طبعا في الانتخابات المقبلة، كيف تفسر هذا الحركة الشبابية في هذا الظرف الزمني بالذات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أولا نشكر قناة الساحل على هذه السانحة، وأشكر أكتب بشكل خاص النجاشي، كما أرحب بالضيف والصديق والزميل وجاهة والأدهم، ناشط مولي ناشط كبير، نشرف بعض بأنه اليوم الحلقة نضمه. الحركة الشبابية حقيقة نتكلم لها بحسانية، أنا دائما نبغي نتكلم لها بحسانية. تفضل. الحركة الشبابية ياك يعود الخطاب أكثر، يوصل طبقات أكثر ياسر الناس. الحركة الشبابية اليوم في موريتانيا لا شك أنها حركة قوية، إن كانت في الموالاة وإن كانت في المعارضة. يا غير يخصها نوع من التعطير، يخصها نوع من التنافر فيما بين الشباب. اليوم الحمد لله الحمد لله الحمد لله نشوف ياسر المرشحين شباب صغار 30 سنة واحد يكون نتيجة حتمية لأن الشباب نتيجة حتمية، لأن فعلا كي قال الزميل وجاهة
على ان فشلت حقيقه الاحزاب لاحتواء الشباب. الحزبين تعود تدخل وما زلت منتسب، ما قد تدرج بين تعود عضو في المكتب التنفيذي كشاب، لان قدامك شيء من معناها التابوهات وقدامك ياسر من شيء ما تقدر تكسره، معناها انك ما تقدر تتم في الجو. وبالتالي الشباب اقتضى على انه يعدل هو حركات، يعدل احزاب خاصه، فما احزاب الحمد لله رؤساء الشباب من الاغلبيه من الموالات ايضا، وهذا حقيقه شيء مبشر عن الشباب ما تلقى قابل ان يعود وقود الانتخابات شيء من الناس اللي منذ عشرات السنين هي بلا معنى تعود. انت ما تقدر تقنعني انك الدور الديمقراطيه والدور التقدم وانت لك 10 سنين وانت رئيس حزبك، كما تكلمني عن الديمقراطيه بي منطق بي حق. انا اللي الشاب اللي معاك 10 سنين ما شفت ذاتي، هذا اخبر فيه وجهه اللي كان في الحزب، انا ما كنت متحزب حتى. بي حق نعود لي 10 سنوات وانا ناشط معاك في حزب وانا ما نشوف من الرؤساء ما انت مؤتمرات ما تعدلهم، ما ثم ديمقراطيه لضعف التجربه الشبابيه ما ثم ضعف السياسي. شو هو مالي سياسه ما هو شيء اكبر من قده، ما هو الشاب اليوم ما هو اكثر وعي بالسياسه من ذاك الرجاج اللي كبير قد يقعد عنده التجربه، اوكي محترم له التجربه وتاج على روسنا وابائنا وامهاتنا واخيرت بهم، يقير الاليات العصريه تغيرت. انت اليوم حد ما يقدر يدخل الانترنت، ما يعتبر اليوم في قاموس اليوم جاهل، حد اليوم ما يقدر يعدل ان ارتيكل، حد اليوم ما يقدر يكتب، حد اليوم ما عنده تويتر ما عنده فيسبوك ما يقدر يكتب فكره معينه في راسه ما يقدر يترجم مشوار كلمات، معناه انه انسان جاهل. معناه القضيه هو ما هي قضيه التجربه كاع، حتى لا شيتو كانوا ينوموا به الشباب، ما عندك تجربه ولا عندك، ما هو محتاج التجربه، هي هو تسيير حزب والله تسيير مؤسسه والله حتى قاعد تسيير دوله، معناه انه ما هو شيء اكبر من كذا. حقيقه فعلا اعلن من مشي ولد عبد العزيز فتح للشباب، فتح ياسر من لافاق وتكونوا احزاب، وانا نعرفهم احزاب مهمه وتكونوا ودعمهم فخامه رئيس الجمهوريه. انا فتريت طبعا ذكر اسماء اي حزب ما نو نو ماني ذاكر ماني ذاكر احزاب ودعمهم رئيس الجمهوريه يا اخي فعلا اعلن الشباب ما كان ذاك من المستوى اللي قد يستغل ذا النوع من الفرص لين يجبر حد داعم. هو يعيد السؤال لجوهري على ان ضعف التجربه الشبابيه قد جعلت هناك من يتراس الحزب عشرات السنين. ما هو بالضروره على انه ضعف التجربه الشبابيه غير المحيطين بالشباب. محيطين بالشباب، انت بقعه مضيئه وفي محيط اسود، على انك فرض عليك في النهايه تتماهى مع ذاك المستوى. حقيقه الساحه السياسيه اليوم فيها مجموعه من الشباب اللي كفاءات وعلى المستوى في المعارضه وفي الموالات وقدروا يتقدموا، وذو بعض الترشحات اللي خلقوا في الطرفين حقيقه ما هي مبشره. اذا اعود اليك طبعا وجاهه في هذه النقطه تحدث عنها ابنها وهو الشباب والاحزاب السياسيه في موريتانيا. كيف يستطيع الشباب الموريتاني اليوم ان يندمج في الاطار الحزبي وهناك ايضا فرص اخرى مثلا تكتلات شبابيه من خارج الاطار الحزبي؟ اوكي شكرا. اولا تعقيب شويه لمداخله الاخ نهار متعلق باتاحه فرصه هذا النظام للشباب انه يتاح له فرصه. انا لا نقول ان من ارخص اللي يجبر الشباب الموريتاني ذا النظام، لانه دجنوا وانه قبض شعار كبير ولافته كبيره هي اشراك الشباب، وهو هو كان الشعار براق غير كان مضمونه هو تفكيك الشباب وتدجين الشباب وسرقة خطاب وحماس الشباب اللي يقعد موجود عنه من خلال أحزاب كرتونية ما قدرت تتقدم أي شيء في المشهد السياسي. وذاك لا تشوف أكبر دليل أنها اختفات كاملة، لا تشوف أنها حسها كامل اختفى، لا تشوف أن الوجوه اللي ظهرت فيها أنها اختفات كاملة وانتهت بمشاكل داخلية على مصالح ضيقة. لا تشوف ان عقب انتساب الحزب اتحاد من الجمهوريه لا تشوف انتسبوا كاملين لحزب الاتحاد من الجمهوريه، لان ما كانت هي احزاب حقيقيه عن قناعه، بل كانت هي رده فعل لحراك شبابي رافض وقوي كان يهدد النظام وكان خايف من النظام، وكانت ذيك المحاولات هي لتنويم الشباب وتدجينه ونينو فات القايم منه نزرق ويوك وراني. تشوف الترشيحات اللي خلقت لمستوى احزاب الموالات اللي راسهم يبير ما انك لا تشوف الشباب اللي كان طيلتي الفتره ينافح للنظام ويدافع عن انجازاته. فرصه لاخرين من الشباب ايضا. لا شو انا مولي الشباب هون ندير بين قوسين، او ما كل الشباب هو اللي يرجع يعود موجود، هو الشباب قضيه ما هي قضيه عمر ما هي قضيه سن، قضيه عود ما تيا الشباب هو اللي معني بالعمليه
السياسية وحاضر فيها وحضر فيها عن جدارة وقوة. ما هي ذوك الشباب اللي جوا عن طريق براشيد وعن خلال توازنات سياسية وقبلية وجهوية ويتنفرض من هذا؟ ماشي البرلمان الحالي اللي أسوأ البرلمانات اللي مرت عليه موريتانيا فيه وجوه شبابية في مقتبل العمر، يا غير ما قدموا أي شيء، ما قدموا أي خطاب شبابي، لأنهم طبيعة من الطبيعة أنهم جاوا خلال توازنات قبلية توازنات جهوية، ولذلك سبب لا يعودوا مرتهنين ذيك القواعد وذيك الناس اللي أوصلتهم له. الشباب تنقال الشباب الطامح، الشباب الجاد، الشباب اللي يفرض راسه بنفسه، ما هو محتاج أنه يرتفع والله انه ينباس، كان يعود مشكل للوحه قال لك هناك يا شباب وجوه شبابيه. بخصوص المشهد الشبابي يعني نوضح ونقول ان الشباب قاب عن هذه ترشيحات الاحزاب القويه، الاحزاب التقليديه كامله بشقيها المعارض والموالي قيبوا الشباب، قيبوا اصوات الشباب، لذا اضطر الشباب على انه يقيس اطرق حزبيه اخرى كانت مغموره، كانت ما نتيجه لانه مولي هذه الاحزاب التقليديه سدت باب الترشح المستقل للشباب، وهذا عقبه من العقبات اللي واجهوا الشباب. عاد الشباب مضطر انه يقيس احزاب مغموره يترشح منها كان يتمكن من المشاركه في الانتخابات القادمه، معناه ان الشباب ما متاحه له اي فرصه، الشباب مدورين قدام العراقيل والمطبات سواء كانت في الاحزاب المعارضه او احزاب الموالاه. اذا هناك نقطه مهمه وهي ربما وجود تكتلات شبابية أخرى أو كتل شبابية أخرى خارج الإطار الحزبي هو ربما نتيجة للطموح الزائد على الأقل كما يقول البعض، وأيضا ضعف التجربة الحزبية في موريتانيا، وهذا ما تحدث عنه وجهها. كيف تقرأ هذه الزاوية اليوم في بعدها الشبابي المرتبط بالمشهد السياسي؟ شفت هو ما خارج حد قد يعود في منظومة السياسية وتلحقوا ماشي لود لروايه اخرى يكون ينعود في مشكله في عائق معين. لو ان الشباب ما فهم عائق له في الاحزاب التقليديه خاصه اللي مع الاسف الشديد في المعارضه كاملين رؤساء الاحزاب هم رؤساء اللوائح الحزب هم رؤساء اللوائح الوطنيه. كنتوا وزراء، كنتوا في البرلمان ورجال اعمال، لماذا ما تعودوا تطمحوا انكم توصلوا شاب ولو شاب واحد قبة البرلمان يصبح بعد 5 سنوات يعود عنده القدرة على التشريع، يعود عنده القدرة على مواكبة العصر، يعود عنده القدرة السياسية على انه يعود في المشهد ويأثر فيه. كاملين فر رؤساء على اللوائح الحزبية الوطنية لأحزابهم التقليدية. أنا أعلن الشباب حركاته والله زاد على انه كي قال الأخ وجهها قاس أحزاب مغمورة وعاد يترشح منها عنده فيها الحق. وعنده الحق، ونحن في دوله ديمقراطيه ودوله حريات، اذا كامل عنده فيه الحق، ولو انه شاف ذواته في الاحزاب ما يمشي عنها، قال ما شاف ذواته فيه. كيف طبعا ما شاف ذواته فيه؟ قضيه الشباب اللي قال وجهه تعقيبا على كلامي قبيل، انه رئيس الجمهوريه يفتح للشباب، عدل له المجلس على الشباب، انا ما خلقت اخطاء، عدل له ياسر مشي، ركض جميع الحكام على مستوى نواكشوط شباب. جميع الحكام على مستوى نواكشوط شباب، جميع الولات شباب، والله بعد والينا نحن في نواكشوط شمالية قطعنا عنه الشاب. معناها على ان هذا ايش؟ هذا لانه اكبر معناها زاد قدم الشباب دارهم في مواقع اللي قدام، يا غير قد فعلا عن ما خلقت اخطاء في اختيارات الشباب، فعلا خلقت اخطاء ويلا يعاد به المشهد خاصة في قضية المجلس الأعلى للشباب. لا شك على انه فكرة رائدة في المنظومة معناها قاع في غرب افريقيا كامل، على انه ما خلقت اخطاء في اختيارات معينة والله في سياسات معينه في الشباب، فعلا خلقت اخطاء واختاروا الشباب. هل تعتقد بان هذه الانجازات التي تحدثت عنها للشباب قد تعزز وجود الشباب في هذه الصوره التي تحدث عنها وجهها القاتمه ربما داخل الاحزاب وداخل ايضا الترشحات التي تشكل ملامح المشهد القادم؟ هي فعلا عززته وعززت الشباب حتى ولو كانت بنسبه 1% تتزمن. فكيف انا قلت لك جميع حكام نواكشوط هذا نموذج طبعا، لكن الحكام وحدهم مش يمثلوا من الشباب موريتاني اللي يمثل 70% من المجتمع الموريتاني. قلت الاخ والزميل وجهه عن فم فعلا خلقت اخطاء الشباب، ما هو الا كل شاب يلطي ويقدم، لو كل شاب ما عنده القدره على اذا الاشكاليه لا ثانيه، شاب ما عنده القدره على تحليل مشاكل الشباب، شاب ما عنده الجراه على طرح هاي المشاكل، شاب ما عنده الجراه
الى طرح حتى كاع حلول لهذه المشاكل، ما يلتو يتقدم وفعلا خدمة. اذا انها اشار الى نقطه مهمه وهي ان هناك فعلا انجازات تحققت للشباب الموريتاني اليوم في العشريه الاخيره، لكن الاشكال الاخر الموازي لهذه الانجازات الذي يطرح نفسه، كيف يمكن للشباب ان ينجح في تعزيز مكتسباته وفي فرض نفسه في المشهد السياسي، خصوصا كما قلت ان هناك احزاب تحتكر الواجهه السياسيه دائما. جيد، اضعاف للتجربه الشبابيه ام غياب للتأطير للشباب الموريتاني؟ شفت الشباب الموريتاني هو جزء من كل، جزء من مجتمع مازال يعاني الدكتاتوريه، مازال يعيش القبليه، يعيش الجهويه، مازال يعاني من الاميه، يعاني من الفقر الكامل، هو 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 جزء من ذا الجسم المريض اللي ما فات صح، لانه ما فات اجبار ذي الانظمه المتعاقبه كامله، انظمه فساد متعاقبه وتواطؤ مع نخب سياسيه فاشله، معناه انه هو كجسم هو الشباب فعلا عنده عوائق وعنده تحديات داخليه بالنسبه للشباب، غير خارج الجسم الشبابي. نتكلم عن المشهد السياسي لا نقول انهم اللي هو مديورين دون العقبات ودون المطبات، وايش صوت شبابي حر ما يلطو يتقدم، اي صوت شبابي حر ما يلطو يوظف يتكلم لك عن الحكام، وقال لي اي شاب برك معارض حاكم، قال لي اي شاب معارض رئيس مجلس اداره، قال لي اي شاب معارض كان في الساحات موظف بسيط، قال لا موظف بسيط نتحدى اي زميل معايا يذكر لك تعيين يعود في الوظيفه العموميه والله في اطارات اسلاك الدوله الاخرى. لكن انت ايضا هذا قد لا ينطبق على على النظام نفسه، ايضا هناك معارضه تخصي الشباب كما قلت سابقا في ترشحاتها على الاقل. من يخصيك بترشح قد يخصيك ان وصل للسلطه. هو خطاب يمسح الطابله بالجميع بموالاه ومعارضه، نحن خطابنا قائم على ان ذي النخبه السياسيه ان ذي النظام وذي الموالاه وذي المعارضه انهم ما قدموا الشباب وانهم ما مكنوا الشباب وانهم ما شاركوا الشباب قوه، لانهم ما الله اللي وضعوا عقبات ومطبات المشاركه للشباب. انا اللي نقول ان موالاتنا ما مثلت الشباب، وان هذا النظام ما حل البطاله، وانه همش الشباب وانه اعتقلهم وسجنهم. اقل نقول ان احزاب المعارضه التقليديه من فمي ان هم اللي هي همشه الشباب داخل اطورها الحزبيه، وان اكبر دليل علينا الترشيحات ولوائح الحزبيه اللي قدمت طرف ما فيها تمثيل حقيقي للشباب، ما الله لا نفس نمط التفكير اللي يعدل به لوائح الموالاه، هي نفس العقليه اللي يعدلت بها لوائح احزاب معارضه. لقينا نتيجه الظرفيه السياسيه معينه والله نتيجه ان المشهد السياسي يدار بعقليه تقليديه، يالتها تنتهي، يالتها تعود فيما تيها نظره جديده وتعاطي جديد مع المشهد السياسي والفعل السياسي، ما هو الاسلوب الاليه التقليديه اللي وصلت موريتانيا للحاله اللي نعيشها. معناه اخي النجاشي لا نقول ان الشباب الموريتاني عنده فرصه حقيقيه انه يفرض راسه في المشهد الانتخابي القادم، ماني لا نقول لك انه لا يعدل مفاجات كبرى، ولا نقول لك في ظل مشهد معقد فيه سيني اللي مشرف على العمليه الانتخابيه غير نزيهه، عمليه الاحصاء الانتخابي اللي مازالوا فيه نهارين، في عمليه رشاوه، في عمليه احصاء، نحن قريب تخطينا مليون زايد، نين تخلص طيله الشهر كامل ما تجبر طابور قدام مكتب الاحصاء، فما تي الناس اللي احصات بالنيابه. شنو تداعيات على الحركه الشبابيه في المشهد؟ اللي قد يقدم حركات الوجه الشبابي انهم يقدموا خطاب جديد، انهم يقدموا رؤيه جديده وطرح جديد مقاير للمطروح اللي كان عشرات السنوات اللي موجود في الساحه، هذا انجاز مهم ويالتو يبتنع عليه. معنا لا يتوقع حد ان الشباب لا يكتسح البرلمان ولا مجالس البلديه ولا مجالس. اذا ميلاد كتل شبابيه جديده وحركه شبابيه جديده في المشهد السياسي داخل الاطار الحزبي هو هل هو طبعا نظرا لغياب التجربه والتسرع في اتخاذ القرارات ومثلا المغاضبه على الاقل للمواقف الحزبيه الداخليه التي تفرض اكراهات اخرى قد تدفع باخرين للواجهه بدلا من الشباب، هو نتيجه حتميه لمصير الشباب ما بين مطرقه الاقصاء الحزبي وسندان الواقع الذي طبعا يفرض اكراهات اخرى خصوصا في عمليه انتخابيه تحتاج الجماهير يوما الى ذلك. كيف ترى هذا السؤال؟ الاخ وجهها قال شفت هو
رجاش له عدل شيء من الأمور، لا بده يتعامل مع واقع خارج واقع، يعني تقعد ما تتعامل معه لأنك ما تنجح بشيء. هو شنو؟ ثم واقع معين فارض نفسه، ما نقدر نقول الجنشي نمسح الطاولة، هذا ما بصورته، هذا الطاولة ما قد حد يمسحها بجرد قلم والله بكلمة. غير الشباب يرجعوا يذكر من الطرح، غير أنا قد نفرض راسي طريقة قام ما نمسح الطاولة. أنا ما أنت قاعد كيف نفرض راسي والنظرة الداخلية إقصائية كما يقول دائما مركزين عليه، لا المشاركة مشاركة لا تعني مسح الطاولة، وأنتم تموا هون، غير أنا أعطوني حقيته، أنا أعطوني ذاك اللي لا تعدلوني وقود الانتخابات. يعني يقولون لك من تجربتك ما فات نضجت، وأن الواقع ما فات عاد يتقبلك. حتى ذا اللي هون، أنك ذا اللي هون لو 10 سنوات يعدل السياسة بياسر مشي. سؤال، اعطيني حقي، اعطيني انت كشاب ناشط من ولات ونحن نعرفوه طيلة السنوات الماضية، شنو حضورك في المشهد الانتخابي القادم؟ كانت الان داخل الموالات داخل حزب بيرا كانت ساقية لك، والله ما هي ساقية لك، ما يكفي انك تقول تخاطب رجال تقول له اعطيني حقي، الحقوق تنتزع ولا تعطى، الحقوق تفرض قوة الخطاب ووضوح الرؤية. معنا الشباب يا قوة الخطاب ووضوح الرؤية يا سعود، واضح لي اني ما قد نجي نقول نمسح الطاولة، انت قدامك واقع فضائيك تتعامل معه، دائما اخطائنا نحن الشبابية، عود انت ذكي ودانا يجن منك، فهمت؟ بكلامنا نحن الناس الاسقاء، يعني قضية ما هي قضية نمسح الطاولة وهذا ما يصح، ما يصح بأي طريقة أيا كان، يقرر أن نتعامل معك وهون أعطيني حقي، ما معناها أعطيني بمعنى أعطيني؟ يا غير انا وانت لنعودوا شراكه، لا لكن ما الضامن على هذه الحركه الشبابيه؟ انا وانت لنعودوا شراكه في الواحدين فيه، لنعود شايف ذاتي، لنعود ماني شايف ذاتي، ماني مستعد. هذا هو ما تحدث عن وجاهه، عن احزاب ربما كانت. هو قلت لك اللي خلق عن ان الشباب يمشي عن الاحزاب ويشوف هو ذاته في شيء معين. الشباب ما اللي يلا تحدى لا يتكايز، احنا الشباب نعانوا من البطاله، نعانوا من الفقر، نعانوا من ياسر مشي، يعاني منه الشباب الموريتاني، يعانوا على ان المشاريع ما هي خالقه، يعانوا على ان 90% من الشباب الموريتاني عاطل عن العمل ولا يشتغل ولا شيء، والسياسه ما تعدل. ربما هذه الصوره القاتله رسمت قبلها اخرى ورديه. قلت لك البقعه السوداء في المنظومه اللي ولا رجعت للحقيقه. البقعه ما رجعت. هو قال لك 90% من الشباب عاطل عن العمل، معناه ما في مجال للحديث عن الاجازات اللي يبدا به الاخ النهار. الحديث 90% الشباب الثاني عاطل. هذا الخطاب الراديكالي اللي يا اسود والله ابيض. كلامك قال الخطاب الراديكالي اللي قابلين هما، وخطاب خطا هو انسان يعود راديكالي في خطابه قال ينزل ارض الواقع، يعود براغماتي. اذا الاستاذ معناها احنا نحن شوي ما لم تناقض عن 90% من الشباب الموريتاني انه عاطل عن العمل، غير اللي وصل منه للحكم دي 500 اللي كانت في لينا، اسكي نقبلوا منها شباب وداروا في مواقع معينه، كافي 90% عاطل شوي تعزز من تمكين الشباب. عقب ذا قضيه التعيين اللي يتكلم عنه، تعيين شباب المعارضه هذا بلا معنى، ايش المعارضه قاعد تعيينها بلا معنى في المنظومه السياسيه؟ لان هو المنظومه السياسيه تبنى كفاءات موريتانية وابناء موريتانيا ويحملون جنسيه موريتانيا ويحملون المشروع. قصده التعيين عينته على التعيين السياسي، انا لا، انا عينته على الاداره العموميه، انا ما عينته على المقامات اللي ضايقوا عليه الشباب من ولات انا ما نقول انا عينت على ولوج الشباب المعارض للوظيفه العموميه اللي ما هي منه ولا هي مكرمه على اي مواطن موريتاني. يا طيب لوك ما فهم ولوج لهم، ما فهم ولوج لهم. اذا انتقل اليك وجاهه، طبعا الاهتمام بالشراكه مع الشباب في تسيير الشان العام. ساعود اليك في هذه النقطه، طبعا ساعود اليك احفظ عندما انتقل اليك. طبعا الشباب والسياسه وكذلك الاهتمام بالشباب في ظل هذه الوضعية السياسية في تسيير الشأن العام أو وصول بعض التجارب الشبابية بطبعا تكتلات شبابية أخرى أو ترشحات سواء في المعارضة أو الموالاة لتسيير الشأن العام، إضافة للتجربة التي تحدث عنها أنها من قبل المجلس الأعلى للشباب واكتتاب المئات من الشباب الموريتاني اليوم. كيف يمكن أن تبرز هذه الصورة واقع حقيقي يساهم فيه الشباب الموريتاني في تسيير الشأن العام وفي تولي الشأن العام؟ شكرا. شفت هو لو أنصاف الدهر ما يعود الشباب الموريتاني طاقاته كاملة موجهة في العملية السياسية، يكفي أن يعود جزء يسير من الشباب الموريتاني معني بالعملية السياسية. لقى نتيجة لأن
لأن موريتان محكومة بنوع من الأنظمة الاستبدادية، أمورها كاملة مربوطة بالفعل السياسي. أنت شاب طبيب، ما تقدر تجبر حقك في داخل إطارك المؤسساتي ما هو من خلال وجهي السياسي ولا شخص سياسي. هذا قيس بأي، أنت مهندس جاي متخرج وعندك شهادات عليا، ما تقدر تشتغل ما هو بوساطة. وساطة معناها السياسة، معناها العملية الانتخابية، معناها الشباب كامل مربوط بالفعل السياسي له، وهذا خطأ وهذا كارثة في حد ذاته، وذو اللي نعانوا من نور. الشباب يالتو يعود واحد في بناء الدولة جميع المجالات، المجال الاقتصادي ومجال الثقافي ومجال الاجتماعي. يقال الواقع الموريتاني أن الطبيب والمهندس والرياضي والإعلامي كامل سياسي. وذا فعلا اللي قلت، لا نقول ان شنو هي السقف نجاحات ومتى ذا اللي قد يحقق الخطاب الشبابي القوي، ولا نقول هنا ناكد ان ما هو كل خطاب شبابي، انه هو الخطاب اللي يسعى لتحقيق وتمكين الشباب من الولوج الى تسيير الشان العام. لا نقول ان الخطاب السياسي الشبابي الناضج القوي انه مازال محاصر ومازال ضعيف ومازال دون المطلوب نتيجه لعده ياس من العوامل. المال السياسي، انت اليوم العمليه السياسيه عمليه انتخابيه تدار بالمال السياسي، تدار بالنفوذ القبلي، تدار بعدم حياد الدوله. معناه يقين الرقم ذا كامل، فم امل، فم امل، وهذا هو اللي اطلقنا اسم نستطيع. الرقم ذا كامل ان فمات فيها عشرات سنوات أخيرة في ظل التجربة الموازية للأحزاب وميلاد كتل شبابية أخرى، إضعافا لهذه الطموحات الشبابية أم محاولة للشباب في النجاح بعيدا عن الأطر الحزبية التي أقصته وربما أوكي. هذا شيء قتلت به الفيلم أو الخطاب السياسي. موريتان منذ 10 سنوات الأخيرة شهدت حراك شبابي قوي، كان داخل الساحات وكان في أروقة الأحزاب، يسوى سيك الأحزاب التقليدية، يسوى منها الموالي والمعارض. يقير كانت في حركات شبابية قوية في المشهد الموريتاني، حركات رفض واحتجاج نتيجة للأجواء الحرية، نتيجة المناخ من الوعي السياسي، نتيجة المناخ دولي مساعد على أن يخلق خطاب سياسي رافض بما فيها الثورات العربية، بما فيها الربيع العربي. ما هذا كان عامل يدافع، نحن جزء من المشهد ونلاحظ تحول ديمقراطي يخلق في الدول الإفريقية. الرواية لا يبوسني عليها نهال، ماني قابلها. الديمقراطية موريتانيا ما فاتت فيها ديمقراطية، ما أنا قاعد مع حد. مشروع الدولة الموريتانية ما زالت في طور البناء، لأنها ما زالت مؤسسات قائبة وما زالت. اسمعيني، أنت تتكلم عن عملية ديمقراطية، هذا ما تراه الأغلبية أنهم الآن يعملون على تأسيس موريتانيا الجديدة بملامح العدل والمساواة. أنا كأقلبية نديرها بين قوسين، لأن الفعل السياسي يعتمد الديمقراطية. حجر الزاوية فيه الشين قالوا الإرادة الحرة، والإرادة الحرة تفرز الصناديق، وما دامت الإرادة فم فقر وفم جهد أمية وفم قبلية وفم محسوبية زبونية، معنى مستحيل تجبر إرادة حرة. معنى هذا اللي كامل نسبي، نحن نتحرك جريا حتى عند الأحزاب والانتخابات. أنا هذا اللي مرشح عملية انتخابية مؤمن بعدم شفافيته، ومؤمن مؤمن تيقن لأنها ربما هذا الوضع نتيجة تراكمات قد يقول لك البعض ما متناقض. نعم، نحن هون لا يقولوا أن كنا في الشارع، موجودين في الشارع. يا قير مولي، ما كان فهم خطاب سياسي يوازي حراك الشباب في الشارع. واضح. كان يستقل، سأعود إلى النهاية. طبعا كيف يمكن للشباب أن ينجح في طموحاته السياسية وسط مثلا الإكراهات الموجودة في الواقع والنظرة الإقصائية داخل الأحزاب كما يقول لك وجهها؟ اشتهي لكن اللي قال وجهها قضية على أن ما تعود شفافة، ترى أنه يشارك فيها هو نفسه خطاب جميع أحزاب المعارضة. الآن هون الشباب ما تميز بخطابه، لماذا وجهها ما يقولون؟ لأن عاد عليها رئيس من المعارضة، بالمناسبة ما احنا ما زين عندنا قاعد عليها معارض، بيدي هو حتى اللي عاد عليها معارض، معارضة الدار الصبح تقعد تقول عنها نزيهة وغير يقولوا هذاك، ولين يقعد الصبح توفى القضية، دار يقولوا عنها ما هي نزيهة. خصوص السؤال، كحسن نية
من النضال عد الرئيس المعارضة وفعلا الرجل المعارض اللي يجلد جميع سياسات النظام على صفحته على فيسبوك تلاك ما تجهله. إذا الأشخاص ما هم زاوية المعالجة، كيف يمكن للشباب الموريتاني اليوم أن ينجح في طموحاته وتحقيق مكتسبات سياسية وسط النظرة الإقصائية للأحزاب وإكراهات الواقع؟ نظرة قلت لك على الأحزاب طبعا، خصوصا أن الوجاهة تحدث، لكن في السنوات الأخيرة كانت هناك أجواء من الحرية أكيد طبعا حرية الوعي السياسي أو الحراك السياسي. هي شتية موريتان من الدولة من العالم الثالث، حد قال حد شاك ولا خطاب فعلا خطأ، حد شاك على اللي يجي عصا سحرية انتموا من ذين يعودوا في ذلك، معناها تفكير من شاك عنه سليم حتى الأمور لابد تمشي طبر إطار مرحلة 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 مرحلة. اسكي موريتان ضرك قبل 10 سنوات نمشي فخامة رئيس الجمهورية هي موريتان، وشهادته هو عنها ما هي موريتان، ما هي موريتان إلا رجعة اللورا، حراك شبابي ديمقراطية مفتوحة اللي يبقى يتكلم يتكلم، حريات في كل شيء، حريات المجتمع، حتى قاعد وصلنا لمرحلة التمييع. نعم نعم التمييع عادي ولا نحن؟ نعم نعم اخي نعم انا زميلة علي سنتين سنتين واضح واضح وين هي زميلي انا مطرود من الجامعة ومعي زملاء مطرودين على عمل نقابي. هامو تعود فهمت عصا سحرية ننتقلوا من هذا لذا، هذا مستحيل ولا يخلق صورته دي، هذا اللي يخلق نذمنوه نقولوا عنه خلق فعلا، وفعلا اعلن انتقلنا من منطقة شور منطقة غير عن هذا كامل جوارتي وجاب الطريقة اللي ندور عنها. عن شوية ما نعطيني الكلام إذا تفضل في دقيقة اللي الوقت بدأ عندكم التلفزة جاتكم انتم التلفزة احنا ما نقول حتى الساحة مفتوحة لكم كامل الساحة مفتوحة لكم كامل تفضل في دقيقة الساحة منبركم جميعا تفضل لا عندي تلفزة ولا عندي موالاة واضح 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 يا قراش نتمنوا ذا اللي خلق وذا اللي ما خلق نقولوا عنه يا الله يخلق كنا نعود نظرة سوداوية ما يصح قاع ولا النوع من الخطابات ثبتهم اللي فشلوا في اللي مشى فيه الخطاب الراديكالي شاو فيه مجموعه من الاحزاب راهي مشاركه. لماذا ماذا يعود خطاب راديكالي؟ انت عدلت شيء هذا الراجل دائما معناها الذي هي شو اللي شو من الامور لا اتم راديكالي طبعا بين قوسين راديكالي بين قوسين طبعا لا اتم الثلاثه اللي وقف لهم هون في قصر المؤتمرات ومسح صحك حق بهم الطاوله وقال لهم على ما خالق منه شيء وعنده الجرأة انه يعدل امورية ثانيه غير ما هو معدل احتراما للدستور واضح يا نزلم نقولوا عنه خلق ذاك اللي ما خلق نطالبوا بعد انه يخلق عن بركه الحكومه حالا واضح. اذا وجاه هل فشلت الاحزاب وجاه واضح ساعود إليك ساعود إليك إذا وجاه هل فشلت الأحزاب السياسية في موريتانيا موالاة ومعارضة في احتضان الفعل السياسي الشبابي؟ أنا الشباب لأن يكتفى بذلك قلت أنت عنه 90% منه عاطل، ما دام 90% من الشباب عاطلة لا مجال للإنجازات ولا الأحلام الوردية ولا شد الأخبار ولا الحكومة فيها الشباب ولا فيها الشباب أكتفي بها. هل فشلت الأحزاب السياسية بصفة عامة في احتضان التجربة الشبابية؟ الاحزاب الموريتانية اللي بيطالب لا المشاكل تنقول لك انا نخلق شي لا فشلت في احتضان واضح اللي بيطالب فشلت الاحزاب الموريتانية بشقيها الموالي والمعارض فشلت في احتضان الشباب الموريتاني الصادق، فشلت بانها تقدم بديل، فشلت بانها ترد الجميل للشباب الموريتاني احزاب انا 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 عندي من جرأة وعندي من قوه الاراده اني نقول ان فشلت احزاب الموالاه واحزاب المعارضه لاني ماني مرتهن لاي واضح كان. واضح اذا لاني مرتهن لنظام عربي اللي تقول انت انه عدد اذا 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 نقول ان هذا النظام من انظمه الفساد المتعاقبه. اذا ساحيل انها هل فشلت الاحزاب السياسيه في موريتانيا في احتضان التجربه الشبابيه والفعل السياسي الشبابي طامح الى المكان اللائق به وطموحاته؟ لا قلت لك شباب لين يخرص فرد بعين الواقع ويخرص الامور من قريب ويخلي عنه الاحلام الورديه ما خالق من شيء يدور يحقق شيء، خاصه عنه يدور يتقارب في النظره معناها يتقارب نظرته للواقع نظرته للمستقبل معناها طموحه للمستقبل شو يعود لين يعود لكن اللي هو واقف لا انا واقف عند كلمتي
وانا قايل عن الليفر الاسود، لكن اذا خروج كتل شبابيه، لكن خروج لكن انها خروج كتل شبابيه، انها لكن انها خروج كتل شبابيه وميلادها بعيدا عن الاطار الحزبي سواء معارض او موالاة، الا تعتقد بانها بدايه لوعي سياسي للشباب وطموح ربما تراه الاحزاب زائد عن التوقعات ويراه الشباب ايضا طموح مشروع؟ الى اين يتجه الفعل السياسي الشبابي؟ هذا يذكر فيشكر وراجين له التوفيق ان شاء الله، غير الله اللي قلت لك ما نقد نعود ماشي في احلام كيف تراك ورديه، فرض عليا نتعامل مع الواقع. اذا وجاه تحدثتم عن نقطه مهمه وهو ان الشباب عندما ضاقت به في الاحزاب سواء في المعارضه او الولاد بعدم ترشحه اراد خطوه اخرى وهو احياء الاحزاب الكرتونيه من قبل كما يقول البعض. الا ترى بانها ربما خديعه اخرى تقدم للشباب على ان يحافظوا على هذه الاحزاب بطريقه غير مباشره، خصوصا عندما تكون هناك ماده تفرض 1% من اجل بقاء الترخيص ويكونوا ايضا ضحايا للعبه اخرى وسيناريوهات اخرى، وبالتالي يموت الحلم الشبابي في ساحه تستعد لموسم انتخابي قد يكون الاسهل الاسخن في تاريخ البلد. شفت بالنسبه لهذا، هذا الطرح موجود ويتحدث عنه البعض، لكن هو هي السياسه فيها اكراهات، ومن اكراهات اللي واجهت الشباب هو قلق المجال امام ترشحات المستقله. هذا ذي روايه ما جاي عبثا، هذا شيء مقصود ومدعو. الشباب ارتاء ان من افضل الوسائل انه الشباب اللي اصلا الشباب المستقل اللي كان نتكلم هنا عن الشباب المستقل ما كان منتمي حزبيا، انه ما ننفض ذاك المجال قدام عاد قدامه لا احزاب انا كرتونيه ما نقولها، نقول انا احزاب مقموره شعبيا لا نقولها. هذا لا يستفاد منه انه هو يشارك في المشهد الانتخابي ويقدم خطاب وطرح يمسح نقول يمسح بالطاوله ذا الخطاب اللي مطروح عند احزاب الموالات والمعارضه التقليديه، وهو نقول مسح الطاوله ما معنى ذاك الصدام انا تجديد الخطاب هو تجديد الخطاب، وهو نقول انا فين فرق بين تجديد الخطاب السياسي وبين تجديد الطبقه السياسيه؟ تجديد الطبقه السياسيه تكلموا عن الجماعه وعدل الحراك الشبابي وجابوا الاستعلاء للشباب، وما تجديد هو فهم يا تخلق تكامل، انا ما معنى اني انا نقول اني عندي خطاب سياسي هو اللي يعطيك ترجع لكم انتم اللي عدلوا، هو اللي القفز من هم ايش عدلوا؟ قاموا قبلوا احزاب وانشوا احزاب وطاهوا شيء من الشباب مغمور ولاهو بالساحه وفشل. اذا هو الخطا اللي عدل النظام هو اللي خدع به الشباب، لكن عن حسنية ربما قد يكون. أنا بالنسبة لي ما عند حسنية، أنا بالنسبة لي أنه هو نقطة من سياسة تهميش الشباب وتفتيت جهوده. لا نقول أن ولوش الشباب ومشاركته في المجالس اللوائح الانتخابية كاملة سواء البلدي والجهوي والنيابيات، أنه أولا في ظل تغييرات مهمة 2019 أنه لاهي يصنع جزء من المشهد القادم، لا يعود فما تيا طرح وخطاب مقاير للموحول فيه. سياني صلاك اللي يتكلم عن موريتانيا الورديه، موريتانيا الامل قالوا موريتانيا سويسرا واللي ثبتت فشلا 90% قال انها من الشباب عاطل عن العمل. سياني مولي ذيك النظره نقولوا نحن انها ذيك النظره السيئه في التعاطي مع الفعل السياسي اللي عند احزاب تقليديه معارضه ثبتت فشلها في التعاطي مع المشهد السياسي. نحن كشباب معارضين للنظام والأنظمة المتعاقبة كاملة بما في هذا النظام وماسحين بالطاولة النخبة السياسية بشقيه الموالي والمعارض، لا نقولوا أن هذه الانتخابات أنها نقطة مهمة، واضح نقطة مهمة في بناء مشروع سياسي صادق وبعيد طويلا ما هي مشاريع المسلمين. إذن نهائنا تتجه الساحة السياسية والمشاركة الشبابية في الساحة السياسية في تحقيق الطموحات المرجوة لدى الشباب الموريتاني. الشباب الموريتاني قاعد يتميز بالذكاء، والشباب الموريتاني راك شباب ذكي يعرف من اين تؤكل الكتف، ولا قالوا قالت الفرصة. الفرصة هي اللي مارة في الأحزاب التقليدية وعاد يعددوا الحركات. غير ملي الفرصة لما كي مثلا انت خلقت لراسك فرصة، غير في رأيك تخلقها بطريقة ذكية. من درا كان قاعد الأرضية، من درا كان القواعد الانتخاب من درا كان الناخبين قاعد يحن الخطاب، استطاع الشباب الموريتاني انه يخلق خطاب يقنع القواعد الشعبية اليوم. لا انت فرض عليك تعود قانع القواعد الشعبية،
وهذا فرض عليك تطرحه عين الاعتبار، وهذه هي اللي قلت لك قبيل، النظرة للواقع. انت واقع مجتمع فرض عليك تنظر له، واقعك انت كشاب فرض عليك تنظر له. قلت لك قبيل واقع هذا اللي موحول فيه فرض عليك تنظر له. انت عد ما تتعامل معاه في التعاطي مالك، لا يتخلق الخطاب اللي يدور وجهه ما الجديد على ان 2019 الشباب اليوم وهو يستعد على ان 2019 ان شاء الله لا يخلي فيها تغيير. اياكش اياك تجدد الخطاب وتخلق خطاب جديد، فرض انك تتعامل مع هذا الواقع تتعامل مع ناخذ ما يجيب هكذا بالكلام المحسود، تتعامل مع مجتمع ما فات عاد مجتمع معناها زاد مجتمع ديمقراطي حقيقي، لا هي تقنعه بالكلمة وتقنعه بأنك تتعدل شيء، ولا هو قايل لك أنت قاع شاب ويشير وكذا وكذا. إذن وجاء هل ترى بأن الخطاب الشبابي اليوم قادر على المنافسة وعلى الدخول في الانتخابات وتحقيق النتائج المرجوة، خصوصا أن القواعد الشعبية لديها ما يميزها، لديها أيضا الخطاب الذي يلامس ويدغدغ مشاعرها؟ بالنسبة لنا احنا بعد في حركة نستطيع، وقلنا أن المجتمع الموريتاني والشعب الموريتاني خلال 10 سنوات الأخيرة أن شهد نقلة نوعية لمستوى الوعي، وخصوصا في المدن الكبرى. هذه المدن عاد فهم نسبة رفض ونسبة ممانعة قوية تجاه الفعل السياسي التقليدي بصفة عامة. نحن نراهنوا علي استمالة الناخبين حول برنامج انتخابي شبابي قوي. وعن الحركة الشبابية بصفة عامة، هل تعتقد بأن الخطاب الشبابي سواء في المعارضة أو في الموالات قادر فعلا على الدخول في الاستحقاقات إن طبعا استجابت له القواعد الشعبية؟ أنا في اعتقادي أن الشباب داخل الأحزاب التقليدية الموالية والمعارضة ليس لديه حضور في المشهد الانتخابي الحالي، وضح ذلك من خلال اللوائح الانتخابية. ثم محاولات شبابية من أحزاب أخرى دور تجد فرصة في المشهد الانتخابي القادم. يقيل نقول أن ذيك الوجوه الشبابية، ذيك الأصوات الشبابية أنها جاءت من خارج الأحزاب التقليدية الموالية والمعارضة، معناها أنها ما عندها أي دور فيها حتى أنها حققت أي اختراق داخل المنظومة التقليدية. إذن هل تعتقد بأن ما يجري الآن في المشهد السياسي ووجود الشباب فيه هو بداية لتغيير سياسي قادم وتشكل ملامح مشهد سياسي أكيد نوع أكيد آخر أكيد تندمج فيه تجديد الطبقة السياسية، يندمج فيه الخطاب السياسي الحداثي ربما الذي ينطلق من الهوية الموريتانية؟ أكيد 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 ومبشر وجاع على النوك الشباب اللي في الأحزاب اللي ما كما حركوا تحركهم التومة واعيين للقضية، واعيين فعلاً فعلاً فرض عليهم أي رواية لا يشاركوا فيها يشوفوا فيها لواتهم فعلاً على أن خلقت بعض الأخطاء بالترشحات إن كانت بالموالات وإن كانت بالمعارضة. بالمناسبة بعد راني مبارك هون لمن يتم تنفروا وشابة ومتعلمة الحمد لله، بعيدة عن ذكر الاسم لأن موسم انتخابي في الجستي فيه ولا شك على أنه دور عود يعود لا مؤثر أكيد الشباب فرض عليه يعود قاع إياك يخلق إياك قاع يعدد المشهد اللي إن شاء الله يتجدد 2019 إياك قاع يخلق بطريقة سلسة، فرض على الشباب ينشرك لين ما ينشرك الشباب ولا يخلق بطريقة سلسة. كيف تتوقع مثلا حضور الشباب في المشهد السياسي القادم، خصوصا أنه قد يقال بأن هناك تغيير في الخارطة السياسية بصفة عامة سواء الحزبية أو بالخطاب وما إلى ذلك، كيف ترى وجود الشباب انطلاقا من بعده الخطابي؟ أعتقد أننا نستطيع أن نكون جزء من المشهد السياسي القادم الذي تتم ترسم ملامحه من المشهد الانتخابي الحالي. أعتقد أننا نستطيع أن ننافس منافسة قوية للأحزاب التقليدية. أعتقد أننا نستطيع أن نكون جزء رقم صعب في العملية الانتخابية الحالية وفي المشهد الانتخابي 2019. إذن هل تعتقد بأن الظروف السياسية الآن هي التي سمحت فعلا لكل هذا الحراك الشبابي، لهذه الحركة الشبابية في موريتانيا بطموحاتها بآمالها بخطابها الحاضر في المشهد السياسي؟ أعتقد أن رياح التغيير والثورات العربية، التحول الديمقراطي في الدول الإفريقية،
الثورة الإلكترونية المعلوماتية والانفتاح على العالم هو الدافع الأساس نحو هذا التحول الذي يشهده المشهد السياسي الموريتاني. لا النظام ولا أحزاب تقليدية معارضة لها أي دور في هذا المشهد. إذن هل تعتقد بأن الظروف السياسية الآن هي التي سمحت بالحركة الشبابية أن تكون حاضرة في المشهد، أم هي طموحات شبابية خارجة عن الطوق كما يقال؟ هي طموحات شبابية مشروعة ويجب علينا نتحقق شيء. قال لا يتحقق لا بالنظرة للواقع، لا يتحقق بأننا نعود متكايسين، لا يتحقق بأننا نعود واضح أن اللي ندوره شنو، واضح أن الطريق له، واضح أن طموحنا، واضح أن الطريق اللي نوصل به ذا الطموح. شكراً شكراً لك المهندس النهاوي الخيري ناشط شبابي، نتعامل مع الواقع كما هو. إذن شكراً لك المهندس النهاوي الخيري ناشط شبابي، شكراً لك أيضاً الأستاذ وجاهة والدهم ناشط في حركة نستطيع المعارضة. كنتم ضيوف معي في هذه الحلقة من برنامج نقاش. لكم تحياتي الشيخ مدن الجيش وتحيات زملائي من خلف الكاميرات في أمان الله.